نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى توخي الحذر بشأن مسعى فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر الأوروبي عن توريد السلاح إلى المعارضة المسلحة في سوريا. وشككت أشتون في مدى تأثير مثل هذه الخطوة على المحاولات الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية، وقالت إن على الاتحاد الأوروبي التشاور مع المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي ورئيس ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب بشأن مدى تأثير رفع الحظر على جهودهما الرامية إلى بدء حوار لإنهاء الأزمة السورية. وأضافت أنها أبلغت قادة الاتحاد بضرورة التفكير في تداعيات الرفع حظر السلاح. اعتبر وزير الخارجية الفرنسي السابق ألان جوبي أن من حق فرنسا وبريطانيا طرح مشكلة احتمال تسليح المعارضة السورية. وقال جوبي على هامش تدشين جسر جديد في بوردو جنوب غربي فرنسا إن باريس عملت طيلة عامين على إيجاد مخرج دبلوماسي للنزاع لكنها لم تنجح، معتبرا أن قرار التسليح صعب وخطير وينطوي على مجازفة. ورأى جوبي أن تسليح المعارضة سيتيح إعادة التوازن بعض الشيء بين النظام السوري الذي تزوده روسيا وإيران بأسلحة ثقيلة والمعارضة التي تقاتل بأسلحة خفيفة على حد قوله. طلب الرئيس السوري بشار الأسد من دول البريكس التدخل لوقف العنف في بلاده، وذلك في رسالة سلمتها مستشارته بوثين الشعبان لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما. وقال شعبان إنها سلمت الرسالة إلى رئيس زوما الذي سيرأس قمة البريكس في جوهانسبرغ في 26 من أذار مارس الجاري. وأوضحت شعبان أن رئيس الأسد يدعو في رسالته مجموعة بريكس إلى المساعدة على إقامة الحوار الوطني الذي يرغب ببدئه. وتضم مجموعة بريكس الاقتصاديات الكبرى الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. طالبت أوساط برلمانية سورية القيادة السياسية باتخاذ مواقف حازمة للحيلولة دون دخول السلاح والمسلحين إلى البلاد كونه يؤثر سلبا على التسوية السياسية التي تسعى إليها دمشق. بدورها اعتبرت بعض أطراف المعارضة السياسية أن إرسال المزيد من السلاح ينسف عملية الحوار المرتقبة بين السوريين. على الرغم من كثرة الحديث عن التسوية السياسية وفق تفاهم دولي لحل الأزمة السورية، إلا أن الكلام عن تزويد المعارضين السوريين بالسلاح وتدفق المقاتلين العرب والأجانب عبر الحدود كان أبلغ وأكثر التزاما منه في السياسة. وما يحسم الجدل الدائر حول التحركات الدولية والغربية حيال مسألة السلاح والمسلحين هو ما يوجهه الجيش السوري من ضربات قاتلة للجماعات المسلحة أينما وجدوا للحد من انتشارها، وفقا للأوساط البرلمانية في إشارة واضحة للجانب اللبناني. يجب أن يكون هناك إجراء عاجل واتخاذ قرارات فورية ورادعة لكل من يعمل على تدفق السلاح والمسلحين إلى سوريا، وهذا ما يؤثر سلبا على العملية السياسية خصوصا في ظل التعاطي السلبي الدولي في إنجاح أي عملية سياسية تسعى إليها القيادة السورية، مع العلم بأن هناك انقسام دولي حول تسليح المعارضة في سوريا. معارضة الداخل في بعض أقطابها السياسية اعتبرت أن الانقسام الأوروبي حول مسألة تسليح المعارضين يشكل خطرا على الجهود السياسية لحل الأزمة السورية، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف جاد ينهي حالة العنف المتصاعدة. نحن نؤكد أن السياسات الكيدية والسائرية المجرمة تجاه شعبنا لم تتغير. نحن نطالب كل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من يتدخل في الشأن السوري بطريقة
الحقيقة القتل والتدمير لن تنفع سوى لغة السلم المدني والأهلي. ميدانيا ما تزال الاشتباكات العنيفة بين القوات السورية والجماعات المسلحة متواصلة في معظم أنحاء ريف دمشق، خصوصا في حي جوبر الذي دخله فريق قناة العالم والذي يعتبر الأكثر سخونة بريف العاصمة دمشق، حيث تحدثت المصادر الرسمية عن مقتل العشرات من المسلحين واعتقال عدد آخر من جنسيات متعددة. ازدواجية في المواقف الدولية بين الحديث عن تسوية سياسية للأزمة السورية، يمحو كلام آخر عن تزويد الجماعات المسلحة بالسلاح وتسهيلا لتدفق المقاتلين العرب والأجانب عبر الحدود مع سوريا. مازن سلمو، العالم، دمشق. جدد الرئيس اللبناني ميشيل سليمان التزام الحياد من النزاع السوري وعدم إرسال مسلحين إلى سوريا أو استقبالهم، وتحدث عن تكليف الجيش بتوقيف أي مسلح موجود بهدف القتال سواء كان من جماعات المعارضة في سوريا أو من غيرها. بدوري أعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن حكومته تولي الوضع على الحدود اللبنانية العناية القصوى. يأتي ذلك بعد رسالة تحذير وجهتها سوريا إلى لبنان احتجاجا على تسلل المسلحين إلى أراضيها. ونقل مراسل العالم أن مجموعة مسلحة في الأراضي اللبنانية تقصف مواقع للجيش السوري، مشيرا إلى اشتباكات عنيفة على الحدود في منطقة جوسية القصير. لم تعد هذه الحدود اللبنانية السورية منذ بدء الحرب على سوريا حدودا عادية تربط بين بلدين، فالمنطقة التي ينتمي أهلها إلى مربع مؤيدي تيار المستقبل أخذت منه مواقفه وأدخلت لبنان في عمق الحرب. المشاركة لا يخفيها أهل المنطقة المدعومين من لاجئين سوريين، وجدوا في المنطقة بيئة حاضنة لدعم المسلحين في سوريا، وقد حول ذلك الحدود إلى موقع مواجهات لا يهدأ بين المسلحين والجيش السوري. هنالك مخاوف حقيقية من أن ينتقل الصراع أو القتال في سوريا إلى لبنان في مناطق معينة، حيث هناك بيئة حاضنة للتطرف الأصولي، لأن الأصولي بحد ذاته من عيب للتطرف الأصولي، لا سيما في مناطق التماس. يعني احنا بنعرف انه هذا الكم الهائل من النازحين بالنتيجة ينقل صراعاته الى حيث يوجد. تدرك الحكومة اللبنانية إذن المخاوف المتأتية من الحدود، هي تحاول البحث عمليا عن ضابط لها تنطلق فيه من هوية المنطقة السنية، لكن لا يبدو ان ثمار ذلك تنجح مع خلاف داخل البيت السني الواحد يقوده تيار المستقبل. خلاف أفرز مشايخ هذه الطائفة بين موال لمفتي الطائفة وبين معارض له، وصلت في أقصى مراحلها حتى تسليم المفتي دار الإفتاء إلى علماء سنة رافضا تخليه عن منصبه كما يريد تيار المستقبل. تتعرض الطائفة الإسلامية السنية في لبنان إلى حملة منظمة بالإساءة والتحريض والنيل من مقامها الديني والوطني، وإن العلماء يحذرون من المساس بموقع مفتي الجمهورية والتطاول عليه. لا شك أن لبنان غير قادر على حسم أي من ملفاته بعيدا عن الطوائف، فالهوية والانتماء هي أساس انطلاق الصراع كما نسج الحلول بلا منازع. كلما دق ناقوس الخطر من منطقة في لبنان تبدو السياسة هي المحرك الأساس لما يجري على الأرض. هذا هو لبنان، بلد تتحكم السياسة بأدق تفاصيله، فيما الدولة تعجز عن حسم أي شيء بعيدا عن أهوائها. فاطمة عواد، العالم، بيروت. وجه مجلس الشعب رسائل متطابقة باسم الشعب السوري إلى برلمانات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، وضع فيها قادة الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياتهم التاريخية. اعترض مجلس الشعب السوري على المحاولة الغربية التي تقودها الحكومتان الفرنسية والبريطانية اللتان تعملان على تشريع تسليح المجموعات الإرهابية والجهاديين التكفيريين في سوريا عبر رفع حظر توريد السلاح الأوروبي إلى تلك المجموعات والمباشرة في تسليحهم دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ونظام الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وقال مجلس الشعب في 3 رسائل متطابقة إلى رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس العموم البريطاني إننا إذ نستطيع
يضرب ويدين مثل هذه المحاولات التي تتنافى مع السيادة الوطنية التي كفلتها مواثيق الأمم المتحدة وتشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التي تحظر دعم ورعاية الإرهاب، وخصوصا ما نص عليه القرار 1373 لعام 2001. فإننا ندعوكم لزيارة سوريا والاطلاع على حقيقة الأوضاع ومقابلة العديد من الجهاديين التكفيريين غير السوريين المعتقلين لدى السلطات السورية، مع العلم أن بعض هؤلاء مرتبط بشكل مباشر بالنسيج المجتمعي الأوروبي وبعض الخلايا الجهادية النائمة فيها، وهو الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الخارجية الفرنسي حول وجود أكثر من 100 فرنسي يقاتلون في سوريا، والتصريحات المشابهة لكل من وزير المالية البريطاني ووزير الداخلية الألمانية. وندعو إلى تشكيل وفد برلماني أوروبي لزيارة سوريا وتقصي الحقائق فيها والاطلاع على مدى خطورة ما تقوم به كل من الحكومة الفرنسية والبريطانية، ليس على شعبنا العربي السوري فحسب، بل على مستقبل شعوبكم، انصياعا لسياسات قاصرة وأجندات سياسية تقودها قطر والسعودية وتركيا. ونتوجه باسم المواطنين السوريين إلى أخواتنا في الإنسانية من أجل عدم السماح لبعض الحكومات الأوروبية بتأجيج الصراع في سوريا وإلحاق المزيد من الضرر والأذى بالإنسانية وآخر الدول العلمانية في المنطقة. أكد الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أنه من المفيد أن يستمع لما يجري في سوريا عبر أقنية اتصال مباشرة بين البلدين. وعبر زوما خلال استقباله الدكتورة وفينا شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، عبر عن أسره وألمه لما تتعرض له سوريا حاليا، مؤكدا أنه لن يألو جهدا للمساهمة مع دول البريكس في العمل على تطبيق اتفاق جنيف ووقف العنف بأقصى سرعة ممكنة وإطلاق حوار سياسي. الدكتورة عبرت عن شكرها لمواقف جنوب إفريقيا المتزنة تجاه الأزمة في سوريا، وأشارت إلى البرنامج السياسي لحل الأزمة التي قدمه سيد الرئيس بشار الأسد وإطلاق حوار دون شروط مسبقة. ودعت الدكتورة شعبان رئيس الزوما إلى دعم البرنامج الذي ينص على وقف العنف الشروعي بالحوار، خاصة خلال قمة دول البريكس المرتقبة في جنوب إفريقيا يومي 26 و27 من الشهر الجاري، على أن يكون الحوار بين السوريين أنفسهم وأن يكون القرار للشعب السوري. وأشارت شعبان إلى أن بعض الدول تسعى لاستمرار تأجيج الصراع الدموي الدائر في سوريا من خلال تمويل وتسليح مجموعات إرهابية. وشرحت الدكتورة شعبان للرئيس زوما كيف يتم استهداف البنى التحتية من منشآت اقتصادية وخدمية واستهداف مواطنين أبرياء. كما التقت الدكتورة شعبان إبراهيم نائبة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا، وناقشت معه تطورات الوضع في سوريا وأهمية القمة المرتقبة لدول البريكس. وزير الخارجية الفرنسي الذي يدعو العالم من إفريقيا إلى الاستنفار لمواجهة الإرهاب يستثني الإرهابيين في سوريا من حملته، ويسعى جاهدا مع رئيسه أولاند لتسليح الإرهابيين فيها. يمضي القابع في قصر الإليزي فرانسوا هولاند ووزير خارجية جبهة النصرة لوران فابيوس بسياسة تقسيم إرهابي العالم بين صالح وطالح وإعطاء وجه إيجابي للإرهاب مشروط بوحدة هدفه مع الأهداف الفرنسية فيما وراء البحار. فابيوس اللاهث وراء تسليح إرهابيي سوريا قصد بعض عواصم جنوب المتوسط، حيث خطف إرهابيو القارة السمراء مواطنين من حملة الجنسية الفرنسية، ليعلن منها أن كل الوسائل والأدوات مستنفرة للإفراج عنهم ومباحة من أجل هذا الهدف. فرنسا حصلت على الكثير من الدعم في إفريقيا، والجميع بات يدرك بأننا بحاجة الآن لمحاربة الإرهاب وأن الجماعات الإرهابية تحتاج إلى من يقاتل ضدها. تجاهل فابيوس الإعلان من على المنبر الإفريقي أن الجماعات الإرهابية في سوريا حاصلة على وثيقة استثناء ممهورة بتوقيعه وتحتاج إلى من يقاتل معها أو يسلحها، لكن صور الإرهابيين في سوريا وهم يعلنون وحدتهم مع إرهابيي إفريقيا وصلت إلى الرأي العام الفرنسي والأوروبي وأثارت حملة من الانتقاد والانقسام، انقسام شهدته قاعات الاتحاد الأوروبي بعدما رأت بعض دوله في أبعاد الخطوة الفرنسية المتهورة تهديدا لأمن أوروبا، لأن من يسلحون في سوريا اليوم سيستخدمون السلاح ذاته ضد المصالح الغربية غدا، باعتبار أن الإرهاب آفة عامية عابرة للحدود، بينما أعاد
أعدت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد كاثرين أشتون، وبحسب صحيفة ديلي تيليغراف، ورقة سرية حذرت فيها من رفع حظر الأسلحة إلى إرهابي سوريا. المعارضة الفرنسية رفعت صوتها ضد سياسة تسليح الإرهاب، وحذرت حكام الإليزي من السير في طريق الانعزال عن الاتحاد الأوروبي عبر دعم الحركات المتطرفة حول العالم. ودعا نائب رئيس الجبهة الوطنية المعارضة فلوريان فيليبو لوقف الجنون الفرنسي في سوريا وعدم تزويد المتطرفين بسلاح من أجل حماية الغرب من خطرهم، فيما اعتبر وزير الدفاع السابق هيرفي موران أن سياسة التسليح محفوفة بالمخاطر وستؤدي إلى تمزيق العقد الأوروبي. الأصوات الأوروبية المنتقدة والمعارضة تستند إلى المثال الليبي غير البعيد، فأسلحة فرنسا وبريطانيا الممهورة بختم الناتو هاجرت من ليبيا برفقة حامليها الإرهابيين متعددي الجنسيات بعدما أنجزت مهمة إسقاط ليبيا في الفوضى باعتراف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ليجد الغرب نفسه يواجه من سلحهم ويستنفر العالم لتحرير مواطنيه من قبضتهم. الدول الأوروبية مع حليفتها الأمريكية المستميتة على تسليح الإرهابيين في سوريا لا شك تسعى لنيل غايتها في تجنب الهاوية المالية التي تسوقها إليها أزمتها الاقتصادية الخانقة. خلافا لتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تقض مضاجع الأمريكيين منذ سنوات، تزدهر صفقات السلاح الأمريكي مع دول الخليج العربي التي تشتري كل ما يكسد في سوق السلاح الأمريكي مقابل استمرار التحالف مع الإدارة الأمريكية في تفتيت المنطقة العربية بما يلبي مطالب العصبيات الخليجية المريضة والمشاريع الاستعمارية الغربية في آن واحد. وبناء على ذلك فرضت الولايات المتحدة على دول الخليج العربي صفقات جديدة لشراء الأسلحة بهدف التخفيف من أزمتها المالية بما يرفع من نفقات الدفاع في الخليج إلى أرقام فلكية تتجاوز عشرات مليارات الدولارات. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن دول الخليج قامت بعقد صفقات لشراء أسلحة أمريكية تقدر قيمتها ب 123 مليار دولار، حصة سعودية وحدها من تمويلها أكثر من 67 مليار دولار باعتبارها أكبر حليف لواشنطن. أما دولة الإمارات فوصلت قيمة صفقاتها إلى 40 مليار دولار، وسلطنة عمان 12 مليار دولار، أما الكويت وصلت إلى 7 مليارات دولار، وقطر 6 مليارات و600 مليون دولار. وشملت الصفقة أنظمة مضادة لصواريخ وصواريخ باتريوت ومقاتلات وطائرات ومروحيات ومعدات وقطع غيار ومنصات إطلاق صواريخ ورادارات، لكنها كلها تتحول مع الوقت كغيرها من الصفقات العديدة إلى خردة لا قيمة لها. فيما يرى مراقبون أن تلك الصفقات ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي، خاصة ما توفره هذه الصفقات من فرص عمل، ففي السعودية وحدها وفرت واشنطن 57 ألف فرصة عمل لمواطنيها خارج حدودها. ومع كل التواطؤ بين دول الخليج وواشنطن تقدم كل الضمانات إلى إسرائيل وبشكل مباشر بعدم استخدام أي سلاح ضدها، لأن حقد التطرف الوهابي له وجهة واحدة وهو تدمير الوطن العربي وقتل أبنائه الأبرياء. صحيفة الشرق السعودية تكشف وجود فريق من المخابرات التركية في اليمن للإشراف على إرسال مسلحين إلى تركيا لتجهيزهم ثم نقلهم للقتال في سوريا. لم يعد يخفى على أحد أن العمود الفقري للمجموعات الإرهابية المسلحة يتكون من مجموعات متطرفة أصولية بعضها قادمة من عدة دول عربية وأجنبية لتشارك في العدوان على سوريا وتسفك مزيدا من دماء السوريين، تلبية لفتاوى مشايخ البترودولار الموجهين من الولايات المتحدة وإسرائيل. مسؤول أمني يمني كشف لصحيفة الشرق السعودية عن وجود فريق من المخابرات التركية في اليمن للإشراف على إرسال مسلحين من جماعات الإخوان والوهابيين إلى تركيا لتجهيزهم ثم نقلهم للقتال في سوريا. وأوضحت الصحيفة أن الحشد الذي تنفذه المخابرات التركية يستهدف تدريب وتجهيز أعداد كبيرة من الإرهابيين في دول عربية مختلفة ونقلهم عبر الخطوط التركية للقتال في جبهات سيتم تحديدها وفقا للتدريبات التي تلقوها.
لتثبت الصحيفة ما هو موثق عن وجود مقاتلين من أكثر من 29 جنسية في العالم خاضعين لتدريبات من قبل تركيا وقطر بمشاركة الاستخبارات الأمريكية يقاتلون في سوريا خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي المعد للمنطقة. وكانت الصحف اليمنية أكدت أكثر من مرة إرسال عناصر من القاعدة من منطقة أبين جنوب اليمن إلى مطارات تركية عبر الخطوط الجوية التركية لإرسالهم إلى سوريا. صحيفة التنمية الإلكترونية التونسية أشارت إلى أن شبكات تجنيد التونسيين للقتال في سوريا ما زالت نشطة في تونس، وللسفارة القطرية الدور الكبير في ذلك. كثرت في الآونة الأخيرة الدلائل والوثائق التي كشفت عن كم الإرهابيين المرتزقة من الخارج الذين قتلوا في سوريا، وكان للإرهابيين التونسيين خاصة نصيب كبير ما يناله أمثالهم. فصحيفة التنمية التونسية الإلكترونية أكدت في تقرير لأحمد نظيف يشير فيه إلى مقتل وفقدان عشرات التونسيين خلال شهر ونصف الشهر أثناء قتالهم إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا، إضافة إلى من انقطعت أخباره منذ زمن بعيد. وتضيف الصحيفة أن شبكات تجنيد التونسيين داخل تونس وإرسالهم للقتال في سوريا ما زالت نشطة منذ خريف عام 2011، إلا أنها شهدت تغييرات كبيرة على مستوى هيكلتها التي انقسمت إلى ثلاثة محاور. الأول ترك التونسية بالتعاون مع مجلس اسطنبول والجماعة الليبية المقتلة بالتوازي مع ما يسمى رابطة حماية الثورة في ليبيا التي أقامت معسكرات تدريب لها على الأراضي الليبية لما تسميهم الجهاديين. وأخطر هذه المعسكرات هو معسكر الجبل الأخضر الذي يتم التدريب فيه على صنع العبوات الناسفة والسامة. المحور الثاني تشرف عليه خلايا تركز نشاطها في المساجد وتتعامل مع جهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. والمحور الثالث يتمثل في المبادرات الفردية لبعض الشباب المغسولة أدمغتهم. ويكشف التقرير أيضا أن ممثل مجلس اسطنبول في تونس عبد الله تركماني قد تلقى مبالغ ضخمة من المجلس لتمويل هذه الشبكات بأموال يتم تحويلها من البنوك القطرية والتركية للسفارة القطرية في تونس والتي لها الدور الكبير في هذا المحور عامة. كل هذا التجنيد وتمويل والتسليح لم يؤدي إلا إلى قتل كثير من هؤلاء المرتزقة الإرهابيين، ما دفع أجهزة الأمن التونسية إلى البدء بتفكيك العديد من الشبكات التي تعمل على تجنيد المئات من الشباب التونسي لإلحاقهم بالإرهابيين في سوريا. هذا التقرير يضاف إلى العديد من التقارير الإعلامية العربية والأوروبية التي وثقت بالأسماء وعدد الإرهابيين التونسيين وغير التونسيين الذين تم استخدامهم للقتال في سوريا. يتصاعد غضب التونسيين ضد دور قطر ومنبرها العدواني الجزيرة في نشر جحافل التكفيريين في العالم العربي وتسليحه، وفي ذكرى 40 اغتيال المناضل التونسي شكري بالعيد التونسيون يمنعون طاقم الجزيرة من التغطية ويرفعون العالم السوري فوق حافلة بثها. في أربعينية المناضل شكري بالعيد قال التونسيون كلمتهم: لا مكان لقتلة بالعيد بيننا، فمنعوا طاقم قناة الجزيرة العبرية من تغطية مشهد جموع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية التونسية والمطالبين بإنهاء حكم حركة النهضة والقصاص لقتلة المناضل الذي تشبع بروح المقاومة واستشهد وهو يدافع عن كرامة وحرية تونس وتحريرها من قبضة الإخوان التي دمرت معظم مؤسسات البلاد المدنية وباتت حصان طروادة للغرب وخططه التوسعية في المنطقة. فيرفع المتظاهرون العلم السوري فوق حافلة بث الجزيرة منددين بدور قطر في نشر العصابات التكفيرية لمصالح غربية في ليبيا وتونس وسوريا، مسمين منبرها الدعائي لبث الفتنة والفوضى بالصهيوني في إشارة إلى دورها في نشر سم الجماعات الإخوانية التكفيرية. وانقلبت المظاهرة إلى احتجاجات واسعة للتنديد بهذا الدور القطري، وها هو مراسل الجزيرة يطرد من قلب تونس. السادة المشاهدين، نحن في قلب المسيرة وفي قلب
هذه المسيرة بساحة 14 جنفي، وهناك الخلاف يعني نقاط الخلاف. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. وهناك الخلاف يعني وكانت محطة نسمة التونسية تهمت سابقا قناة الجزيرة بتشويه وتحريف الحقائق والسرقة أثناء تغطيتها جنازة فقيد تونس الشهيد شكري بلعيد، مؤكدة أنه في الوقت الذي كان فيه المشاركون في جنازة بلعيد ينادون برحيل الحكومة وبشعارات معادية لرئيس حركة النهضة راشد غنوشي، كانت الجزيرة بصدد تمرير صور جنازة وأصوات مركبة تنادي شرعية النهضة التي اتهمتها عائلة بلعيد باغتياله. وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور أكد ضرورة أن تعمل الحكومة اللبنانية وأجهزتها لمنع استخدام الحدود اللبنانية منطلقة عمليات عسكرية ضد سوريا. حذر منصور في حديث لصحيفة السفير اللبنانية من مغبة تحويل شمال لبنان إلى معسكر لتجميع المسلحين فيه يشكل خطرا كبيرا على لبنان مستقبلا حتى لو هدأت الأوضاع في سوريا، لأنه سيتحول لنقطة استقطاب لمجموعات وقوى مسلحة متنحرة يمكن أن تفجر الوضع اللبناني برمته. شدد منصور على أن المهمة المتقطعة على عاتق القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الآن هي ضبط الحدود بشكل كامل وصارم بما يمنع تسلل السلاح والمسلحين من وإلى الأراضي السورية. وكانت الخارجية السورية وجهت رسالة لنظيرتها اللبنانية حول تسلل أعداد كبيرة من الإرهابيين من لبنان إلى سوريا، وطالبت الخارجية السورية الجهات اللبنانية المختصة بضبط الحدود وعدم السماح لمجموعات إرهابية باستخدامها ممرا لقتل الشعب السوري وانتهاك سيادة الدولة. وفي السياق ذاته كانت وحدة قواتنا أحبطت يوم أمس محاولات عدة لتسلل مجموعات إرهابية مسلحة من الأراضي اللبنانية تجاه قرى المتهومة وعيون الشعر وعزيز في ريف الكلخ في حمص. ناقشت الحكومة واقع القطاع الزراعي في ظل الظروف الراهنة واتخذت عددا من القرارات والإجراءات لدعمه، كما بحثت وضع محافظة الرقة ووعدت إعادة بسط الاستقرار فيها وتأمين مستلزمات أبنائها. بحثت الحكومة واقع القطاع الزراعي في ظل التحديات الراهنة والانعكاسات السبية للحصار الجائر على الاقتصاد الوطني. اجتماع الحكومة ركز على وضع آليات وبرامج ومستقبلية لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية. رئيس الحكومة أكد أهمية هذا القطاع في تحصين استقلالية القرار الوطني وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح، ولفت إلى وجود احتياطيا استراتيجيا من مادة القمح يكفي سوريا لأكثر من عام. وزارة الزراعة المتضمن تنفيذ خطط زراعة القطن مع قيام الحكومة بتأمين مستلزمات الإنتاج، فيما تم اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بمحصول القمح. وأشارت الحكومة إلى عقد مؤتمر مصغر لتسويق الحبوب خلال أيام بمشاركة المعنيين بهذا الموضوع، هدفه وضع الإجراءات لإنجاح تسويق الحبوب وإجراءات الحماية، حيث أشار وزير الزراعة إلى أن المساحات المزروعة بالقمح تتجاوز 1,300,000 هكتار. سيتم خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 10 أيام عقد مؤتمر لتسويق الحبوب لوضع آلية لتسويق هذا المحصول الهام وتأمين مستلزمات الإنتاج وحماية المنتج وإيصاله إلى مراكز الاستلام، وكذلك تم دراسة الوضع الراهن لتنفيذ خطط محصول القطن المحصول الاستراتيجي الهام أيضا. ومن خلال تنفيذ الخطة لتأمين احتياجات المعامل الوطنية التابعة لوزارة الصناعة ومعامل القطاع الخاص، وخلال هذا الموسم سيتم تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد نقدا، ستقوم الحكومة بدعم الإخوة الفلاحين. الأوضاع في محافظة الرقة ناقشتها الحكومة وقدم الحلقة عرضا للواقع فيها، مشيرا إلى مظاهر التخريب والدمار التي تعرضت لها على يد المجموعات الإرهابية، وأكد أن الحكومة التي تستمر بتأمين الخدمات كافة لأبناء المحافظة إضافة إلى المواد الغذائية ستعيد بسط الأمن والاستقرار فيها. وأكدت الحكومة أهمية قيام المجتمع المدني والأهلي في الرقة
باستنهاض الهمم والقيام بواجبهم الوطني لإعادة بسط الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة وخروج المسلحين منها حرصا على حقن الدماء والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الاقتصادية والتنموية. وفي حال تعذر ذلك دعوة القوات المسلحة الباسلة لملاحقة وسحق فلول المجموعات الإرهابية المسلحة وتجفيف منابع الإرهاب من أرض المحافظة. كما دعت الحكومة العاملين في الجهات العامة في المحافظة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بأماكن عملهم إلى الالتحاق بأقرب جهة إدارية من أماكن تواجدهم وقيام المحافظ في كل محافظة بإرسال قوائم اسمية بالملاحقين لدى الجهات التابعة له إلى رئاسة الحكومة. قواتنا المسلحة تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بإعادة الأمن والاستقرار لربوع الوطن وتلاحق إرهابيين في حي جوبر وتعيد الأمن والاستقرار لدوار البرلمان والمركز الثقافي وقسم الشرطة ومبنى البلدية وتجمع المدارس. جوبر مدينة استحوذت على بروبوغندا إعلامية في القنوات الدموية وعن إنجازات مرتزقتها وعملائها فيها. دخلها الإرهاب بوحشية ليزرع فيها خرابا ودمار حسب ثقافته. هذا هو دوار البرلمان وهذه سواتر صنعها الإرهاب كان يختبئ خلفها ليغدر بمن يقترب من الدوار. مشاهدينا نحن الآن في منطقة جوبر، هذه المنطقة التي دخلتها المجموعات الإرهابية المسلحة، والآن يقوم الجيش العربي السوري بملاحقة هذه المجموعات والقضاء عليها. الآن أنا أقف وخلفي تماما الفرقة الحزبية ومجمع المدارس إضافة إلى خزان الماء والبلدية ومخفر الشرطة، وسوف نتابع التقدم في منطقة جوبر. دخلنا جوبر برفقة الجيش العربي السوري المغوار الذي بدأ فيها عملية تنظيف وبحر للمرتزقة. هذه فتة لأحد المسلحين في جوبر وهذه أخرى، وهناك المزيد كما أخبرنا أبطال الجيش العربي السوري، لكن عصابة الإجرام كانت تسارع بأخذ الجثث أو حرقها لإخفاء حقيقة هزائمهم. هذه إحدى القنابل المصنوعة يدويا من قبل المجموعة الإرهابية المسلحة، مكتوب عليها عن طريق استخدام التكبير ثلاثا لاستخدامها وأشعال الفتيل ثم الرمي مباشرة. مشاهدينا هذه إحدى العبات الناسفة. الموضوع هنا طبعا كما تلاحظون هنا الشارع العام، ووضعتها المجموعة الإرهابية المسلحة متوقع قدوم الجيش العربي السوري من هذا المكان، بالطبع هي استهداف قوات الجيش العربي السوري. هذا هو شريط الكهرباء الموصول، طبعا تم تفكيكه أيضا من قبل عناصر الجيش العربي السوري. مواطنون أبرياء هربوا من فعل إجرام الحاقد على سوريا الممول عربيا وغربيا وأقليميا، يروا لنا بعضا مما رأوه وعانوه من تلك العصابات المرتزقة. المرتزقة قتلتنا، هدول اللي عم بيجوا من الخارج ما عم بيخلونا نأتي حالتنا. كنا بالأول قاعدين بأمان نروح ونجي ويظهروا عندي أهلي وكلياتهم، نضل قاعدين لساعة مؤخرة روحوا وجوا ما في أي. هلا متى ما صار المغرب ما حدا يطلع من بيته. بحماية الله وحماية الجيش، بحماية الله وحماية الجيش صرنا مرتاحين هلا. والعالم غصب عنا بدها تطلع من رات بيوتها يا أخي، روحي يعني بهالطريقة. وصل مسكن كان في أطفال للأسف تفاجأ فيهم حاملين سلاح، حدا ما كانوا يحمل سلاح، حدا ما كانوا المكتب الدرس والقراية والعلم. للأسف أنا أترك مكاني، أترك بيتي، أترك مكان السكينة تبعي وقادر لمكان تحت ظروف قاهرة من شان شو؟ مين بدي أرضي بها؟ أنا بقبل حالي؟ لا أكيد. بس شوفهم بحس بأمان. سوريا ستبقى كما هي قلعة يقتدي به كل شخص. قواتنا سيارة قواتنا مع مجموعة
في حي الجمعيات في الحارة الغربية من مدينة الزداني، وأوقع عديدا من الإرهابيين قتلى ومصابين من بينهم مصعب خريطة. في أمس دمرت وحدة من قواتنا رجيمة صواريخ مركبة على سيارة خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية مسلحة في قرية السماعلية في منطقة الحولة في ريف حمص، أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين من القتلى مسعود عثمان. في إدلب أعادت قواتنا الأمن والأمانة لقرى ويدي المجاس والحماميات من منطقة أبو الظهور. في تفتناز قتل الإرهابي محمود غزال متزعم ما يسمى كتيبة خولة بنت الأزور مع أعداد من الإرهابيين. استهدفت وحدة من قواتنا تجمعات إرهابية في كل من البشيرية، الطيبات، الغسانية، قسطون ومزرعة حشمود في ريف جسر الغور، وتجمعات أخرى للإرهابيين في كل من إيرب سراقب معرض مصريين تفتناز وخمس سبل وقدر على أعداد من الإرهابيين. أيضا استهدفت قواتنا تجمعا للسيارات والدراجات النارية كان يستخدمها الإرهابيون بين قريتين حية وكف الديبة مادة لتدميرها والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين. وقادت قواتنا على قناصين وإرهابيين في قرية السلم والحميدية والبوتي إضافة لمحيط وادي الضيف الحميدية حيش، وكبدت الإرهابيين خسائر فادحة. أيضا دمرت قواتنا مستودع ذخيرة في بنش وقتلت عدد من الإرهابيين من بينهم عبد المجيد الشاعر. في حلب وصلت بواسطة قواتنا مهمتها الوطنية في ملاحقة الإرهابيين في بلدة خان ضمان في المحافظة قدب وواصلنا على عدد من الإرهابيين وضبطهما بحوزتهم من عدات إجرامية شملت عدد من العبوات الناسفة المعدة للتجار في منازل والشوارع البلدة منع للتقديم لتقدم قواتنا، فسرعت وحدات الهندسة لتفكيكها وإبطال مفعولها. كما استهدفت قواتنا أوكار إرهابي القراسي ومعرادة وماير والمنصورة على عدد من الإرهابيين، وقضت أيضا على عدد من الإرهابيين الأجانب وصادرت أسلحة خلال اشتباكات في الدويرينة عند المحمش، فيما أوقعت قواتنا إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين الذين اتخذوا مواطنين دون بشرية في منطقة الذهبية، ودمرت عربة مزودة برشاش مدينة حلب. دمرت قواتنا مستودع أسلحة وذخيرة وعربة مزودة برشاش في ظهر ربو في منطقة الإرمون، قضت على عدد من الإرهابيين، وشملت عمليات قواتنا أوكار إرهابية في الحيدرية عند معمل بنكوان وهنان وعند المركز الثقافي وبصنة القصر والكلاسة، أوقعت خلالها إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين. في قرية تبراك الحسكة التي حاول الإرهابيون الدخول إليها مع القرى المحيطة، قد قواتنا والجهات المختصة على عشرات الإرهابيين وصدرت أسلحتهم. بلدة تبراك هذه البلدة الجميلة التي تقع في منطقة صف طريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي لم تم بمنع عن الإرهاب، فقد زارها الإرهاب كغيرها من البلدات السورية الأمنية ينهب مقدراتها ويحجر سكانها. الشعب العربي السوري بتعاون مع الجهات المختصة بنداء أهالي البلدة، فدخلها ونفذ عدة عمليات نوعية فيها، قضى خلالها على عشرات إرهابيين بينهم على الجفل إحدى المجموعات الإرهابية، ودمر آلياتهم وعتادهم، ولاحق فلولهم في قرية ميحان ونستل، كما ضبط سيارة بيك أب مزودة برشاش دوشكا وسيارة كلهم، وصدر أحد مجموعات كانت في حوزتهم منها قاذفي أريجي مع حشوات وثلاثة بنادق آلية مع ذخيرة بندقية قناصة بنادق بومبكش عدد 2 وكمية من الأدوية بينها أدوية مخدرة. عهد الله والشعب بأن يدافع عن أرض الوطن حتى آخر قطرة دم. إنه الجيش العربي السوري حامل يا وحارس الأرض والعرض.